السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب. النهاردة إن شاء الله هنبتدي إن احنا نستخدم الكومبوننت اللي احنا عملنا له كرييت المرة اللي فاتت في الأب كومبوننت، إزاي تستخدم كومبوننت داخل كومبوننت تاني عن طريق السيلكتور. نيجي في السورس نوت، احنا كرييتنا الكومبوننت الجديد اللي اسمه فيرست، السيلكتور بتاعه اسمه فيرست. طب إزاي استخدم الموضوع ده؟ أولاً تعالوا نيجي في الـ HTML بتاعته نوت، نشيل الكومبوننت ده كده تمام، وأقول له مثلاً H1 طيب، واجي بقى على انا كده عرفته فين في الاب ديتمودول عشان نستبعد الموضوع. انا عملت له امبورت في الاب ديتمودول، في نفس الوقت عرفته على انه كومبوننت في الان جي موديولز تمام. اروح جاي نهوت بقى على الاب دوت كومبوننت دوت تي اس تمام، واعمل له امبورت. اعمل له امبورت نهوت، اقول له امبورت تمام، او ممكن اقول اسمه على طول عشان الناس تبقى ايه ده كده بيقولوا جنريت، واعمل له نهوت امبورت. فاروح على اسمه على طول فيرست كومبوننت، على طول هتلاقيه عمل اوكي، عمل امبورت على طول، مش لازم انا هنا اعمل ايه نافيجيشن للفولدر ده تمام. واجي بقى في الاب كومبوننت دوت اتش تي ام ال نوت، واقول له ان هو ده ايه السيلكتور بتاع اللي هو فيرست تمام، نفس الوقت فيرست اوكي. ده كده هيبتدي مع الهيدر او الاتش 1 تاج، وهيبتدي ان هو تقول لي ايه الفيرست. انا كده استخدمت نفس طريقه استخدام ال HTML العاديه جدا، ولكن باستخدام الايه السيلكتور بتاع الكومبوننت ده. ده ازاي ان انا اقدر استخدم الكومبوننت اللي انا عملته جديد اهوت في الايه المين كومبوننت بتاعي اللي هو الاب كومبوننت تمام. عملت له امبورت داخل ال تي اس بتاع الاب كومبوننت، فكده الكومبوننت ده بقى عارفه بقى دلوقتي استخدم السيلكتور فين في ال HTML. تعالوا نروح الكود ده، نيجي نقعد اقول له سي دي angular for course mdm use stable like that mdm hours ng serve localhost okay loading app port, this is my first component تمام. دي جاية من الـ App Component ودي جاية من Our First Component. فده بطريقة بسيطة ازاي انت تقدر بكل Component في الـ Component التاني عن طريق الـ Selector. نعيد تاني بسرعة بقى عشان الناس متوحشة مننا. احنا عملنا Component معرفات اسمه First Component تمام، في التلات فايلات الأساسية او بقى في التلات فايلات الأساسية بتاعنا اللي هما فايل الـ TypeScript وفايل الـ HTML وفايل الـ CSS. لو جينا على فايل الـ HTML لان هو كان انا عرفت بس حاجه سيمبل جدا في اتش 1 تاج، قلت له this is my first component تمام. لو قلت له مثلا ان هو test تمام، وجيت ان هو بقى app component تمام، رحت عرفته بس عملت له import داخل الكومبوننت اللي انا عايز استخدمه فيه، واستخدمته في ال HTML بتاعت الكومبوننت ده هو من خلال السيلكتور بتاعه ال first وال first. لكن هو ال HTML ببساطة شديدة جدا نفس فكرة التاج بتاعت ال HTML. فأنا كفكرة الكومبوننت ده أنا كده عملت كأني كريت إيه كريت دايركتيف جديد موجود في ال HTML اللي بستخدمه من كومبوننت الكومبوننت. بعد كده بقى هنعرف إزاي تباص مثلا البارامتر اللي بين كومبوننت وبعضها، إزاي كومبوننت inherent من كومبوننت تاني. كل ده ان شاء الله هنتكلم عليه بالتفصيل في الدروس اللي جايه ان شاء الله، ولكن النهارده بس كانت كل الهدف ان احنا نقول بفكره بسيطه ازاي تستخدم الكومبوننت في كومبوننت تاني. لو قلنا سيف ان هو هيروح هو عامل ريبيلد لوحده، هيبتدي هو يريبيلد تمام، ويقول لي ان هو this is my first component test ده الجديد تمام. زي ما قلنا ده هو جاي من الاب كومبوننت وده جاي من ايه من our first component او first component اللي احنا كريتها. كده خلصنا الدرس. أي أسئلة أو استفسارات أو تعليقات أنا موجود على السوشيال ميديا. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.